مكارم مع المقدمة والصدارة ثاني المراكز اللي في المركز الثاني من تاتية مشاهدين الكرام في ثاني المراكز بتقدم ممتاز وبوصول في هذا المسار والتقدم يا سلام. هناك ملهمة لحمد بن راشد بن غدير الكتبي من يقدم هذا الاسم مشاهدينا الكرام لملهمة من تاتي مع المركز الثاني ثالث المراكز وصول مع المركز الثالث في هذه اللحظات. أرى من تتقدم بهذا المسار والانطلاق مع المركز الثالث وصول وقدوم هنا مشاهدي الكرام من تحمل رقم 77 غيرت في هذه اللحظات. ولكن يا سلام جواهر مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي يقدم لنا جواهر تغير من مركز إلى مركز. الوصول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تتقدم بتقدم الممتاز شاهينية عبد الله بن عتيق بن محمد العميمي والواصلة والقادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هناك من تاتي اللي هي مزون سهيل بن سعيد بن محمد بن دنون العفاري يا سلام اسامي تقدمت الكل انطلق مشاهدينا الكرام من اجل الفوز والناموس والانتصار طعمه غير فيها. من يقدم لنا منصورة تاتي مباشرة ولكن تدخل ممتازة في هذه اللحظات من نوف حمدان بن محمد بن حارب الدرعي يا سلام الأسامي تدخلت الكل تقدم الكل انطلق. تاتي منصورة سالم بن سليم بن سالم العويسي ومن الجانب الآخر هناك أرى اللي هي مشاهدينا الكرام العبور راشد بن سالم بن مطر بن حاذ الكتبي. هكذا النتيجة هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام الوصول في هذه اللحظات من تاتي داهية حمد بن عبيد بن خادم بن شلبود الخيلي ووصول جديد وقدوم في هذه اللحظات من تتقدم مشاهدينا الكرام. وتاتينا اللي هي في هذه اللحظات العنود سعيد بن علي بن سعيد بن راية البريس المري. هكذا النتيجة نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول يا سلام اللي في المقدمة قدمنا يوسف نشوف الإبداع والصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول هنا مع الصدارة مع المقدمة بهذا التقدم الممتاز. تاتينا جواهر جواهر تعود الملكية لمطر بن نصيب بن سعيد الكتبي من يقدم لنا جواهر مجموعة من الجواهر في مقدمة الشوط مع المركز الأول. ثاني المراكز مزون سهيل بن سعيد بن محمد بن دنون العفاري يتقدم مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثالث نرى اللي في المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من نوف حمدان بن محمد بن حارب الدرعي أم ثلاث حروف. هناك مشاهدينا الكرام من تصل في هذه اللحظات وتتقدم بمسار ممتاز. هنا اللي هي جنلار جنلار تعود الملكية مشاهدينا الكرام سلطان بن خيره اليبهوني الظاهري من يقدم جلنار. ولكن هنا القادمة الواصلة في هذه اللحظات يا سلام هقاوي محمد بن خليفة بن حمدش الخيلي من يقدم هقاوي وصلت في هذه اللحظات وتقدمت مشاهدينا الكرام بهذا التقدم الممتاز. عقايب خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري وين الموقع الكيلو الأخير يا سلام. نعود حيث البداية إلى مقدمة الشوط. هناك مشاهدينا الكرام في المقدمة جواهر جواهر من الذهب من الألماس على الصدارة على مقدمة الشوط على المركز الأول. ومن يقدمها مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي هنا يبي غادر بالناموس ولكن الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات يا سلام. تاتينا مشاهدينا الكرام هقاوي هقاوي بن حمدش محمد بن خليفة بن حمدش الخيلي والمركز الثالث. هناك مشاهدينا الكرام اللي في المركز الثالث من تصل بهذه اللحظات يا سلوك
يا سلام يا سلام يا سلام، أرى اللي هي انتصار ما يبنال طاري بن قيطة، عبد الله بن نصيب بن محمد بن قيطة، روح يا بن نصيب انطلق لناموس هذا الشوط إلى الفوز والإبداع، ما يبنال طاري في عالم الإذاعة إلا مع منطقة الإعلام، إلا مع الفوز والانتصار. واجهتنا من حيث لا نعلم، يا سلام يا فله من صوت راعيها ومضجيج ولفح لنسامي. يا بن نصيب اشكرك على الابداع، اشكرك يا بن قيط اشكرك على هذا الفوز والانتصار. سلام انتصار سلام، مع الانتصار انتصار، عبد الله بن نصيب بن محمد بن قيطة على الفوز والابداع والانتصار المركز الثاني. وسلام ند الشباب سلام المركز الثاني، وناس الهود الشاب بن عبد الله بن حمد الوهيبي المركز الثالث. المركز الثالث هقاوي محمد بخلي بن حمد بن محمد بن حمد الشلخيلي. المركز الرابع كان من نصيب مشاهدينا الكرام اللي هي مشاهدينا الكرام نوف حمدان بن محمد بن حارب الدرعي. المركز الخامس اتت مظهر لمعيوب بن سالم بن مهنا بن نوبي الحرمي. نذهب مباشره الى التوقيت الزمني. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام أثناء وصولها إلى خط النهاية انتصار مهدي بن نصيب هذا الفوز والانتصار، قاطع المسافة في زمن قدر 7 دقائق 21 ثانية، 6 من الأجزاء عبد الله بن نصيب بن محمد بن قيطة على هذا الفوز والانتصار، ومشكور علي بن ناصر الزرعي من تابعها في الانطلاق. المركز الثاني مشاهدينا الكرام ننتظر المركز الثاني 7 دقائق 24 ثانية، 6 من الأجزاء من حلت مع المركز الثاني. المركز الثاني سلهود شاب بن عبد الله بن حمد الوهيبي، وما يبناه طاري إلا في اللحظات الأخيرة. ثالث المراكز كان من نصيب هقاوي محمد بخلي بن حمدش الخيري 7 دقائق، التوقيت الزمني 26 ثانية، 25 ثانية، 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا ومستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم وبحضراتكم من جديد. انطلاقاتنا مستمرة وتحدياتنا متواصلة، وهنا ننطلق على بركة الله بانطلاقة شوطنا الخامس والعشرون هناك.